ازاي هنعمل ريبريزنتيشن للفريكوينسي ديستريبيوشن لما تكون الداتا بتاعتي كونتينوس او احنا عامل لها كلاس جروبنج. احنا قلنا طبعا الكاتيجوريكال احنا بنعبر عنه بالبار تشارت لو احنا هنعد الفريكوينسي كاونت، وهنعبر عنها لو هي بيرسنت فريكوينسي يبقى احنا افضل ريبريزنتيشن لها او ديسبلاي لها اللي هو الباي تشارت. ده لو كاتيجوريكال. امال لو الداتا بقى كونتينوس او نيوميريكال هنعبر عنها بأي طريقة، أي رسمة هتبقى مناسبة، وهنشوف شكلها عامل إزاي. طبعا الوضع اختلف هنا، لأن أنا دلوقتي عملت الـ student grades، عملت class grouping، بأصبح عندي العدد من 56 لـ 65 بقى فيه عدد معين من الـ frequency count أو تكرار موجود قدام كل class grouping، وبالتالي هتحس إن الدنيا لازقة في بعضها شوية، يعني هم دول يدوب لازقين في بعض. خلينا نشوف الرسمة هتبقى عاملة إزاي. انا طبعا هنحط على الواي اكسس بنحط الفريكوانسي كاونت زي ما متعودين، وبنحط هنا في الاكس اكسس بنحط اللي هو الايه الجروبد ستودنت جريدز. تمام، طب يلا هنرسم بقى البارز بتاعتنا. البارز التانية كانت بعيد عن بعض لان هم المسافات اللي بينهم لا تمثل اي شيء. لو نفتكر الليفل اوف ميجرمنت هنعرف ان الليفل اوف ميجرمنت كان الانترفال والريشيو هما اللي بيتعاملوا مع النيوميريكال ديتا. ممكن يعبر عن الكاتيجوريكال ديتا لكن الديتا مش لحمه في بعضها، انما دي ارقام يعني 65 و66 مفيش جنب بعض على طول هنا. فطبعا المسافه دي هي مسافه يدوب فاصله بين رقم ورقم فقط لا غير، وبالتالي هتحس ان البارز كلها لازقه في بعضها لانها كونتينوس ديتا. كونتينوس ديتا او ارقام لازقه في بعضها، اللور كلاس ليميت موجود اهو والابر كلاس ليميت موجود اهو، وبدايه اللور ليميت بتاع الكلاس الجديد لازق جنبه على طول. الشكل ده بنسميه هيستوجرام. يبقى انا الجروبد فريكوانسي ديستريبيوشن او الكلاس جروبينج بتاع الكونتينوس لما اجي اعبر عنه اعبر عنه بالهيستوجرام. لو انا هعبر عن الكاتيجوريكال هعبر عنها بالبار تشارت. في حاجة بقى اسمها يعني نقدر نستخدم الكونتينوس ديتا برضو في حاجة ازيد شوية من الكاتيجوريكال. احنا ممكن نعمل حاجة اسمها كاميوليتف فريكوانسي ديستريبيوشن. الكاميوليتف فريكوانسي ديستريبيوشن موضوع سهل جدا مفيش حاجة. ده عبارة عن ايه؟ انا بعمل رانكينج من لور للأبر، من تحت لفوق، من lower value للأبر value أو الهايست value. بنقول هنا shows the number of counts with value less than or equal to the upper class limit of each class. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي الفيرست كلاس ده اللي أنا مقسمه فيه 42، تمام؟ مفيش هنا cumulation. وهفكركم بكلمة cumulation دي عشان نفتكرها المجموعة التراكمي. يعني ايه مجموعة تراكمي؟ يعني سنة أولى مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة ومجموعة رابعة كلهم متراكمين على بعض. يبقى أنا بحسبهم بجمع من تحت لفوق أولى وبعدين تانية وبعدين تالتة فوقيها. يبقى أنا الفريكوينسي ديستريبيوشن، والمثال ده برضو هو نفس المثال بتاع الطلبة اللي هم دخلوا امتحان السي بي اتش كيو، الدرجات بتاعتهم أعلى حاجة 125 وأقل حاجة 56، الفريكوانسي 42 والكاميوليتف 42. مفيش كاميوليشن لأن ده أول حاجة خلاص. لكن أنا بقى من أول تاني جروب هبدأ أعمل آتي، هجمع السبعين دي على الاتنين واربعين دي ويطلع لي هنا 112. يبقى أنا بجمع الجروب الأولاني على الجروب التاني فريكوانسي بتاعها 70 واتنين واربعين 112 كويس، وبعدين أبدأ أجمع فوقي أكون فيها الجروب التالتة. الجروب التالتة كم؟ 99. أجمعها على إيه؟ على 112. يعني مجموع الاثنين دول اللي هم 70 و 42. بس أنا خلاص هنشتغل على 112، يبقى 99 زائد 112 بيساوي 211. تمام؟ وأفضل ماشي كده وهكذا. 74 زائد 211 بيساوي 285. يبقى ده اسمه المجموع التراكمي أو الكاميوليتف فريكوانسي ديستريبيوشن. أنا باخد الفريكوانسي ديستريبيوشن وبعمل لها كاميوليشن لغاية لما أوصل لي التوتال اللي هو 399 اللي عندي. 22 آخر واحدة 22 و 377 بتساوي 399، وأنا كده وصلت للتوتال بتاعي.
ده اسمه كاموليتيف فريكوينت ديستريبيوشن، وده هينفعنا في حاجه قدام اسمها باريتو تشارت، خلينا نتكلم فيها بعدين، لكن دي البيس بتاعها يعني. في حاجه اخيره اسمها ريشيو او بروبورشن. انا عارف الريشيو انك انت تقدر تقسم حاجتين على بعض، والريشيو كمان بيبقى مقارنه بين عددين، ازاي اقارن بين عددين وبعض. فالتعريف بتاعها هو fixed relation in number between two similar things. احنا ندي مثال، وبالمثال كالعادة يتضح المقال. دلوقتي انا عندي surgical site of infection، خلاص ده indicator، انا عايز اعرف عدد الحالات اللي هي جالها infection بعد العمليات، تمام؟ فين الريشيو هنا؟ عدد الحالات المصابة اللي دخلت العمليات وجالها انفكشن للعدد الكلي اللي دخل العمليات كله. يعني انا مثلا عندي ايه، عندي 1000 حالة مثلا، يعني 50 حالة جالها انفكشن من 1000، يبقى انا الريشيو بتاعي 50 لـ1000، تمام؟ ده اسمه ريشيو. خلينا نقارن اتنين هوسبيتال ببعض عشان نعرف نقارن بينهم ونقول اني واحدة احسن من التانية، او ايه الفرق بين الاتنين. سنة 2017 هوسبيتال ايه دخل فيها 1000 حالة تعمل عمليات، البوست اوبرت انفكشن بتاع الهوسبيتال ايه دي كان 50 حالة. سنة 2017 50 حالة لكل 1000 حالة عملت في مستشفى ايه، بينما هوسبيتال بي عملت ايه، كان عندها 5000 حالة، دي داريت عالي قوي، عندها 5000 حالة في سنة 2017 والبوست اورت انفكشن كانوا 200 حالة. هل انا اقدر اقول من هنا ان هوسبيتال بي اسوأ من هوسبيتال ايه، او ايه الفرق بين هوسبيتال ايه وبي؟ لازم اقارنهم ببعض، وعشان اقارنهم ببعض هعمل حاجة بسيطة جدا كلنا كنا بنعملها في ابتدائي. دلوقتي انا هحط الخمسين على الالف والميتين على الخمس على الخمس تلاف، مش ده السيرجيكال سايت اوف انفكشن بتاعنا. هبص على الدينوميريتور اللي موجود هنا، هنا العدد الانفكتد 50 من الحالات الكليه 1000، وهنا العدد 200 انفكتد من 5000 حاله. انا عايز اعرف الفرق بينهم ايه. كل اللي انا هعمله هعمل حاجه بسيطه جدا، هوحد المقامات. فاكرين حاجه اسمها توحيد المقامات؟ انا الوقت ده 1000 وده 5000، لازم اوحدهم. اعمل ايه عشان اوحدهم؟ هنا الموضوع سهل شويه. يعني لما اوحد المقامات اوحد على الكبير، او اضرب الرقمين في بعض. بس في الحاله دي انا عايز اخلي ال1000 اخليها 5000، مش هينفع اخلي 5000 1000. عشان اخلي ال1000 دي 5000 اعمل ايه؟ اضرب في 5. لو انا ضربت المقام في 5 يبقى اضرب البسط في 5، خلصنا. بس عشان تبقى ثابتة، يبقى أنا هضرب في 5 على 5، أضرب فوق في 5 وتحت في 5. الرقم الجديد اللي عندي كم؟ 250 على 5000، وبالتالي دلوقتي أصبح المقامين 5000. دلوقتي أقدر أطرح الاتنين دول من بعض، وبالتالي أنا عرفت إن الهوسبيتال A عندها نسبة أعلى من الهوسبيتال B رغم إن هما عندهم انفكشن اقل. هي دي قضيه الريشيو. فارجو ان التكه دي ان تكون واضحه، اني لازم اوحد المقامات علشان ابدا اطرح واعرف اقارن. انا دلوقتي اعرف اطرح 250 ناقص 200 ب 50 يبقى الفرق 50. وطبعا المثال ده برضو تيبيكال موجود في جانيت براون. هل احنا نقدر ناخد ريليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن؟ هنعمل ايه؟ فاكرين ولا لا؟ هاخد الفريكونسي كاونت ده واقسم ال 42 دي على 399 واطلع رقم هنا، واقسم ال 70 على 399 واطلع رقم هنا، وهكذا. طيب ولو عايز اطلع البرسنتج اعمل ايه؟ اضرب الرقم ده الريليتيف في 100. انا ما كتبتش حاجه هنا علشان انتوا اللي هتعملوه مش انا، هيبقى هوم ورك يعني. انا مطلوب مني find relative and percent frequency distribution for the data set اللي موجودة قدامي دي، وعايز اعمل display للديتا دي. طبعا الديسبلاي سهل، هنعمله بالهيستوجرام واحنا عملناه already يعني، لكن انا عايز
منكم انكم تتجاوبوا معانا يعني، ونعمل الريلاتيف فريكونسي ديستريبيوشن والبيرسنت فريكونسي ديستريبيوشن للديتا دي. هي مش موجوده في جانيت براون، وارجو ان احنا كلنا نعملها. الملخص بتاعي اللي احنا خدناه دلوقتي ان احنا خدنا الفريكونسي ديستريبيوشن عملناه تمام، وخدنا الكاميوليتيف فريكونسي ديستريبيوشن، وعملنا ديسبلاي للديتا. ثلاث حاجات عملناها، فريكونسي ديستريبيوشن والكاميوليتيف والهيستوجرام، واللي انتوا هتعملوه هتطلعوا لنا ارقام الريلاتيف فريكونسي ديستريبيوشن بتاع الداتا سيت اللي احنا عاملينها بتاع الطلاب، والبيرسنت فريكونسي ديستريبيوشن. ممكن الاجابات تحطوها يا اما في كومنت على اليوتيوب او مشكورين ممكن نتكلم فيها في الجروب بتاعنا. كل اللي احنا درسناه كان من 235 ل 238 جانيت براون شابتر 4 29 اديشن. اتمنى ان يكون الموضوع سهل، ما هو صعب، وانا جاهز لاي اسئله او رد على اي تساؤلات حد بيتساءلها يعني. Thank you for watching this video، واتمنى انكم تعلقوا اذا كان في اي disadvantage او اي حاجه مش عاجباكم او اخطاء علميه او حتى مشاركات ومساءلات. شكرا جزيلا.